Hello guys, how are you? This video, I'm gonna talk about common problems about health and the problems that you, sometimes you face that you have a headache, you have a toothache, you have a backache and this kind of stuff, okay? الفيديو ده يا شباب عشان ما تتخضوش من الدخلة كده الفيديو ده هيتكلم عن المشاكل الصحية اللي بتقابلنا بس الحاجات البسيطة يعني ازاي اقول صداع ازاي اقول سناني وجعاني ظهري الحاجات دي بنقف قدامها وكمان ساعات بنجيب الادويه بيبقى البريسكربشن بتاعتها او الروشته بتاعتها او البامفلت بتاعتها يعني مكتوب فيها حاجات كده بالانجلش فاحنا مش فاهمين دي الايه او الميديسن ده الايه بالظبط فالفيديو ده هيكون عن الحاجات دي يلا بينا. طيب اول حاجه هنيجي كلمه مرض. مرض معناه ديزيز وفي كلمه تانية اسمها illness يبقى انا عندي كلمتين بمعنى مرض disease and illness. لو انا عايز اقول امراض خطيره يبقى بستخدم كلمه serious اللي معناها جاد بتيجي في مع الامراض معنى خطير يبقى اقول serious disease مرض خطير. قابلت واحد صاحبك وبتقول له انا تعبان قوي هتقول I am انا اكون seriously ill أو I'm seriously sick معناها أنا تعبان جدا seriously ill I'm seriously sick. طيب نخش بقى على الأمراض نفسها. عايز أقول صداع تمام هقول لك على تريك كده سهلة. في كلمة في الإنجليش اسمها ache هنكتبها لكم في الفيديو دلوقتي ache تمام ache دي معناها ألم. أوكي هجيب الاورجن العضو اللي في جسمك واحط جنبيه ايك يبقى معناه ان انت عندك الم في العضو ده. طب تعالى نجرب التركه دي كده. هيد معناها راس هحط بعديها ايك بس مش هنسيب سبيس مش هسيب مسافه هحطها مع بعض. هيد احط بعديها ايك يبقى عندي صداع. I have a headache. اوكي okay? I have a headache. طيب ودايما بستخدم verb to have I have انا عندي I have a headache عندي صداع I have a headache. طيب سنه معناها tooth احط بعديها ache يبقى toothache I have a toothache. طيب ايه كمان لو قلت مثلا back معناها ظهر هقول backache I have a backache معناها عندي ألم في ظهري I have a backache. طيب ودن معناها ear. طيب earache معناها ألم في الأذن earache. تمام. طيب معدة معناها stomach نحط بعديها ache تبقى stomachache. تمام يا شباب. طيب يبقى أنا خدت هيدك toothache backache earache and stomachache. عايزه اقول الحاجه دي مؤلمه painful معناها بتقلمني بتضايقني painful. طيب نخش بقى على المرض المنتشر ما بيننا. تعالى نقول عندي برد يبقى I have a cold واستخدم verb to have نركز verb to have لان انت لو جيت استخدمتها verb to be تبقى I am cold معناها انا بارد مش لطيفة يعني I am cold غلط يبقى I have a cold. طيب السيمتومز او اعراض البرد ايه؟ اول حاجة sneeze معناها يعطس sneeze يعني تقول I'm sneezing انا بعطس I'm sneezing. طيب لو حد عطس تمام someone sneezes you should say to him God bless you لما حد بيعطس قدامك زي ما في مصر كده بنقول يرحمكم الله فبنقول له God bless you زي ربنا يبارك لك يعني God bless you والرد بتاعها طبعا thank you God bless you thank you. طيب يكح معناها cough يبقى I'm coughing أنا بكح or I have a cough عندي كح I have a cough. تمام. طيب سوري يعني مناخيره سايبة اسمها runny nose. لما تلاقي حد runny nose فبتدي له منديل تشو وتقول له زبط بقى نفسك اسمها blue nose. اوكي he's blowing his nose معناها ينف يعني. طيب حمى تمام اسمها fever
طيب لو هي مش فيفر قوي تقول انا عندي حراره او حرارتي مرتفعه، هتقول I have a high temperature. I have high temperature، حراره عاليه. High temperature. I have a fever. I have a fever or high temperature. تمام. طيب نشوف ايه كمان عندنا، انا بفتكر معاكم يعني. طيب كلمه ان هو عايز يرجع اسمها سوري في الفيديو ده انا بعتذر، يرجع اسمها vomit. vomit 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 he's vomiting، بيرجع. or I'd like to vomit. في كلمه تانية بتقال في الافلام على طول اسمها throw up. he throwing up. throwing up زي vomit بالظبط، معناها برضو يتقيأ يعني vomit او throw up. vomit او throw up. اوكي طيب دلوقتي عايز اقول حد صاحبي بيقول لي what the matter، مالك، what's wrong with you، what's wrong with you. يبقى انا لما اروح لدكتور او واحد صاحبي يقول لي مالك فيك ايه، فبيقول لي what's wrong with you، مالك فيك ايه، what's wrong with you. I don't know. I'm not feeling myself. I'm not feeling myself. I'm not feeling myself معناها انا مش حاسس، حاسس ان انا تعبان، مش حاسس ان انا زي ما انا كل يوم. I'm not feeling myself. يبقى اقول I'm not feeling myself. I'm seriously ill. I'm seriously sick. او ابتدي اقول السيمبتومز، الاعراض. I have a headache. I have cold. I have a cough. اوكي ممكن تقول انا ما نمتش ولا لحظه امبارح، ده expression او ده American idiom. ممكن تقول I didn't sleep a wink. I didn't sleep a wink. wink اصلا معناها غمزه او طرفة عين. يبقى I didn't sleep a wink معناها ما نمتش ولا لحظه. I didn't sleep a wink. I have insomnia. I have insomnia. insomnia معناها ارق، ارق. insomnia. insomnia. اوكي ساعتها في الحاله دي هو هيضطر يديك ادفايس، هيديك نصيحه، فيقول لك you should try to have some rest. you should have some rest. ممكن ترتاح. او you should take some medicines. ممكن تاخد بعض الادويه. medicines. 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 يبقى medicines معناها ادويه. في كمان كلمه drugs. drugs. drugs برضو معناها ادويه على فكره، بس ليها استخدام تاني بتيجي معنى مخدرات. بس لما تيجي تقول حد you should have some drugs or some medicines معناها ادويه عادي، لان كلمه صيدليه معناها pharmacy وليها معنى تاني drug store. drug store. يبقى drug store وpharmacy معناها صيدليه عادي. فبيقول لي you should have some rest. you should see a doctor. ممكن تشوف دكتور. you should take some aspirin لو عنده صداع. you should take some aspirin. طب يعني ايه مسكن؟ مسكن معناه pain killer. pain killer. pain killer مسكن. او pain reliever. pain reliever. يبقى pain killer او pain reliever معناها مسكن. pain killer او pain reliever معناها مسكن. ممكن يقول له كمان ان انت you should take a rest. ممكن ترتاح وهكذا. تمام. طيب لو عايز تقول لحد الف سلام عليك او اتمنى لك شفاء سريع، يبقى تقول له get well soon. get well soon. get well soon. او I hope for you speed recovery. I hope for you speed recovery. speed recovery الشفاء العاجل. ما تنساش وانت بتتكلم اي لانجوج لازم يبقى عندك reaction. يعني يجي حد يقول لك I have a headache. oh my god. oh really. I'm so sad for that. I'm so sad for that. أنا زعلان عشانك. Oh, it's terrible. ده فظيع. God help you. يعني كل الإكسبريشنز دي لازم أقولها وأنا بعمل دايلوج. ما ينفعش أتكلم دايلوج بنفس التون اللي أنا بتكلم فيه. تمام؟ أتمنى الفيديو يعجبكم وهستنى تستخدموا الكلمات دي في إكزامبلز. وما تنساش شير للفيديو، سبسكرايب تو ماي شانل. See you guys.